مشاهدينا أهلا بكم بنشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، معكم نور البكر ونبدأها بالعناوين. واشنطن تعلن استعدادها العمل مع موسكو لإنهاء الصراع في ليبيا. مجموعة الدعم الدولية تشرط على لبنان حكومة إصلاح لقاء حصولها على مساعدات. مزيد من العقوبات الأمريكية على تركيا لامتلاكها منظومة صواريخ S-400. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، وأضاف بومبيو أنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف بحظر الأسلحة المفروض في ليبيا، مشيرا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع. اشترطت المجموعة الدولية لدعم لبنان تشكيل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق إصلاحات عاجلة إذا أراد لبنان تلقي الدعم الدولي وتفادي الانحلال الفوضوي لاقتصاده. وكان قد عقد في باريس اجتماع لدعم لبنان حضره الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لفرض عقوبات على تركيا، وذلك بسبب هجوم أنقرة شمال سوريا وشرائها منظومة S-400 الصاروخية الروسية، ويدخل التحرك الأخير ضمن سلسلة إجراءات بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي على اتخاذ نهج أكثر حزما تجاه أنقرة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الدنماركية تعتقل مجموعة من الأشخاص للاشتباه بهم. أهلا بكم من جديد. أوقفت الشرطة الدنماركية 20 شخصا للاشتباه بحصولهم على متفجرات وسعيهم لحيازة أسلحة. كما أعلنت السلطات أن الموقوفين كان لديهم النية وقدرة على ارتكاب اعتداء إرهابي دون أن تحدد الأهداف المحتملة. أثارت تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن قانون المعاشات ردود فعل غاضبة من قبل المحتجين في فرنسا، وكانت الحكومة قد كشفت عن الخطوط العريضة لإصلاح نظام معاشات التقاعد، حيث أشار رئيس الحكومة إدوارد فيليب إلى آلية جديدة ستترافق مع رفع سن التقاعد إلى 64. في الختام تذكير بأهم العناوين. واشنطن تعلن استعدادها العمل مع موسكو لإنهاء الصراع في ليبيا. مجموعة الدعم الدولية تشرط على لبنان حكومة إصلاح لقاء حصولها على مساعدات. مزيد من العقوبات الأمريكية على تركيا لامتلاكها منظومة صواريخ S-400. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.